بعد سنوات طويلة من الاستعمال الاضطراري لجسر معلق تقليدي كان يهدد حياة مستعمليه، استفاد سكان قرية ولد فاتح بولاية جيجل من جسر جديد أنهى معاناة تنقلهم. التفاصيل في ميكروفون أيمن عبد الرحيم. كاين كنا دايرين هما تقليديين نمشيو عليهم ديما بينا به نخاطرهم، ما كانش مشكل نهار تكون المطر يعني تكون الواد كبير نخاطرهم ما يهمش، عندنا حيوانات عندنا مثلا فلاح عندنا كذا نخاطروا. بارك الله فيك، شكرا الدولة شكرا والله. القنطره ما شاء الله، الفلاح هذاك الناس فلاح ربيو الحيوانات ما شاء الله. اليوم رانا في المعبر هذا اللي تكلفت به الشركه صابطه، تم الانجاز تاعو في الاجل تاعو بكلفه تاع 90 مليون دينار جزائري. الشيء اللي ما كنتش نعرفونه انه هذا المعبر هذا كان يمثل حلم كبير بالنسبه للساكنه